نقص ربط المستثمرات بالكهرباء، التعويض عن الجفاف، غزو البنايات الفوضوية والمصانع للأراضي هي أهم ما كشفت عنه لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي من مشاكل تؤرق الفلاحين، إلى جانب ملف عقود الامتياز الذي ينتظر التسوية لسنوات. كنا فوتنا الملف نتاع الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، وهذا الملف كان ثري. الوالي أعطى تعليمات صارمة لمديرية الفلاحة ومدير الديوان الوطني للمصالح الفلاحية، أعطاهم تعليمات صارمة وقال باللي افون سي موا قبل 6 أشهر نسووا كل الملفات العالقة والجفاف هذا وقلت الماء على مستوى الولاية طوال. أبرا أعطانا كلمة سيد الوالي، أبرا هذو راهم مبلعين وراهم في وسط المزارع وتابعين ليدروليك، وإن شاء الله ينحلوا الأبار. هذو أبار سيدي فراج عندهم ديبي كبير. بغيت يسولي الوضعية تاعي تاع العقد الامتياز، وعندي تاني مشاكل تاع الفوضاوي راهم قاعدين لي تما في ديك البلاصة وتوسعوا، ديرت عطوني تاني تاع الهيدروليك تاع الحاسي، عطيني تاع الماء باش نبني الحاسي، نشكرهم بزاف. تسوية العقار الفلاحي هذا المشكل الأول. المشكل الثاني إنشاء مناطق صناعية في وسط المحيط الفلاحي، وهذه المناطق الصناعية اللي تخدم مواد كيماوية. نقائص عقد بشأنها والي وهران لقاء تشاوريا مع الفلاحين أثمر عن قرارات هامة. الأيام القليلة القادمة يعني سنبدأ في معالجة هذه الملفات، خاصة ملف تسوية العقار الفلاحي، وين طلبنا يعني أنه تكون فيه لجنة يترأسها سيد الأمين العام وتبدأ في العمل انطلاقا من يوم الغد إن شاء الله، يكون في عملية تاع جرد تاع الناس اللي معنيين بالعملية تاع التسوية، ونديروا عملية تاع فرز وانتقاء تاع هذه الملفات هذو إن شاء الله، وكل يعني الملفات تتابع المستوى اللي راهي متواجدة عليه إن شاء الله. غير كابابل نلبس البوط ونجي معكم للأرض ونمشي معكم. هي قرارات تجسد توصيات رئيس الجمهورية ضمن استراتيجيته الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الفلاحي لبناء اقتصاد وطني فعال خارج المحروقات.